يعني خرجت بعض البيانات منذ قليل حول تدرقا لهذه المعلومة، عندما قلت أن الحادث العبارة أو المركبة الذي غرق، أن هناك بعض التقارير شبه رسمية قالت أن اليونان ربما يكون مشاركا في إغراق هذه المركبة. إذا نذهب إليك الدكتور عبد الظاهر. دكتور عبد الظاهر، برأيك كما قال الأستاذ فراس، يعني حل الوضع في المشهد السوري، هل يتغير بالذهاب إلى التطبيع مع المشهد السوري، أم أن التطبيع الذي حدث من الدول العربية مع بشار الأسد كان تطبيعا مجانيا بدون أي مقابل؟ أخي الكريم، يعني بالنسبة للتطبيع مع نظام الأسد، يعني عم يزيد الطين بل، يعني بالحقيقة يعني عم يزيد غرق الشعب السوري في هذا الوحل. يعني أخي والله الشعب السوري والله شعب جبار، وين من زتيته بيشتغل؟ يعني أقسم بالله، بس يعني زيحوا هالغمي عن 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 الشعب وشوفوا كيف الشعب بيتقدم. أخي ما بدنا مساعدات لا من الأمم المتحدة ولا بدنا مساعدات من أي أحد. الشعب السوري قادر على يعني انه يقلع شوكه بايديه، بس يعني يزيح العصابه هاي المستغله عن صدر، يعني الجاسمه على صدر هذا الشعب. والله العظيم الشعب السوري ليس بحاجه الى اي مساعده. يعني 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 خلينا نحكي بصريح العباره، الشعب السوري اللي عايش بمناطق سيطرة النظام أو بمناطق المعارضة عايش على الفتات الذي تقدمه الأمم المتحدة؟ لا والله العظيم، إن 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 كل إنسان موجود في الخارج، يعني في خارج حدود سوريا، يساعد عائلته أو يساعد زويه في المناطق الموجودة. إلا يعني لولا هذا الأمر لمات الشعب السوري من الجوع. يعني خلينا نقول يعني شركة الهرم للحوالات المالية هي باب الرزق، وهي مصدر الرزق الوحيد الموجود في سوريا ذات اليوم، وهي الدخل الوحيد للشعب السوري. نشاهد نحن الطوابير على الحوالات المالية في مؤسسة الصرافي أو مؤسسة الحوالات المالية عند النظام، ونشاهد أحد على الصرافات يعني أو الأماكن تقبيض الرواتب أو أماكن التي يعني يستلم منها الموظفون رواتبهم. معناتها يعني نحن خلينا نكون واقعيين، الأمم المتحدة تقدم مساعدات للشعب السوري، أخي لا حد يقدم لنا مساعدات، نحن قادرين على أن نساعد أنفسنا بأنفسنا. لذلك نحن يعني نتمنى لو فعلا العالم صادق وغير منافق، يعني أن يساعد الشعب بالتخلص من ذلك الجزار الجاثم على صدور السوريين. إذن يبقى الحل هو التخلص من بشار الأسد برأيك دكتور عبد الظاهر وحود؟ نعم هذا الحل الوحيد، وما يعني طالما بشار الأسد باقي في سدة الحكم، يعني تبقى المشكلة قائمة ولن تزول طالما بشار الأسد موجود. كل الشكر لك الدكتور عبد الظاهر وحود، الأمين العام للتيار الثوري السوري، في الوجود معنا في هذه الحلقة.